أنا بدأت ألعب فولي في نادي مدينة نصر سنة 93 94، لعبت لحد 98 وتم انتقالي للنادي الأهلي أنا وأحمد ونهلة إخواتي. الحمد لله أول ما جيت الأهلي أنا تقريبا كان عندي 12 سنة أو 11 سنة. الحمد لله على طول في أول ما جيت دخلت الدرجة الأولى ولعبت في الدرجة الأولى، الحمد لله بقى من سنة 99 لحد ما بطلت، اعتزلت 2015. الحمد لله احنا من عيلة كلها رياضية، بابا كان لعيب باسكت، ماما كانت لعيبة هاندبول، بس طبعا لما كبروا شوية كانوا بيلعبوا اللي هو اللعب الفور فن، كانوا بيلعبوا فولي، فاحنا لما طلعنا معاهم لقيناهم بيلعبوا فولي، ما شفناش ولا الباسكت ولا الهاندبول. طبعا احمد عشان تبع فريق الرجال يعني او الولاد عامه، فكان جوز لوحده. انا ونهله احنا سن قريب تقريبا، نهله اصغر مني ب4 سنين. احنا في الاول ما كناش مع بعض، بس نهله اتصعدت معايا في الدرجه الاولى سنه 2003 تقريبا. من هنا شويه بداوا يعني هي نهله شريهان، طب لا نهله برضه هتبقى، يا ترى هتبقى نفس، هتمشي على نفس الشريهان ماشيه فيه ونفس فالحمد لله هي فعلا طلعت كويسه واحسن مني كمان شويه، عندها كام مهاره كده هي تفوقت عليا فيهم. مثلي الاعلى طبعا كابتن تاني توسون، كنت وانا صغيره بقعد اتفرج على ماتشاتها، كنت بجيب صورها واعلقها في الاوضه، وكانت كانت مثلي الاعلى في الكره الطايره، والحمد لله ان ربنا كرمني وان انا لعبت معاها، وكمان مرنتني اول ما اعتزلت، مرنتني في المنتخب، كنت انا كابتن الفريق بقى وهي المدربه بتاعتي. من اكتر النصايح طبعا هي كانت بتقولي بعيدا عن اللعب كان الالتزام، معاملتي لزمايلي في الملعب، ازاي لما ابقى اوصل وابقى كابتن الفريق ازاي اتعامل مع مسؤوليات كابتن الفريق، ازاي اتعامل مع الفريق، يعني اي مشكله بتقابلني ازاي اقدر اهندل الامور ما بين الفريق وما بين الجهاز الفني. كان في اللعب كابتن مريم مجدي عشان بتلعب نفس المركز بتاعي، بصراحه ساعدتني جدا ان انا ارتفع وان انا ابقى كويسه في مهاره الاستقبال واحصل على احسن استقبال في افريقيا. فالحمد لله ان انا عاصرت يعني ناس من الجيل ده اثروا معايا جدا جدا في مسيرتي، يعني الحمد لله. اكتر الماتشات اللي فاكراها كان في ماتش كنت بلعبه في كينيا، كان تقريبا 2006 او 2005 تقريبا، كنا خسرانين 2-0 وكان ماتش النهائي على البطوله، وكان يعني حلمنا خلاص احنا بنبقى طول الوقت بنتمرن عشان نكسب افريقيا، وكنا خسرانين من فرقه البنك التجاري الكيني، وفعلا قعدنا لحد اخر لحظه بنحاول نرجع تاني، وفعلا الحمد لله بعد ما كنا خسرانين 2-0 والشوط الثالث خلاص بيعتبر بينتهي، الحمد لله عدلنا النتيجه وتعادلنا 2-2 وكسبنا الماتش. فده كان من اهم الماتشات. دخلت مع النادي هنا بعد ما بطلت تقريبا بسنتين، مسكت معاهم المحلل التقني مع كابتن حمدي في الجهاز، قعدت فتره وبعدين دخلت الاتحاد في لجنه المسابقات، وبعدين جه كان في لجنة مؤقتة في الاتحاد، دخلت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة. وبعدين لما حصل انتخابات جديدة يعني ما فضلتش ان انا انزل انتخابات ساعتها، فكابتن حمدي كلمني تاني ان انا ارجع مع الفريق، فالحمد لله رجعت مع الفريق. النادي الاهلي مختلف في حاجات كتيرة جدا، اولا روح الفرقة اللي بتبقى موجودة، تحسي مهما يعني حتى لو اللعيبة اللي في الاهلي دي راحت في حتة تانية، انا ما بحسش ان الروح اللي بتبقى مسيطره على فرقه النادي دي موجوده في اي مكان تاني. طريقه المعامله، طريقه التفكير، طريقه التمرين، الراحه النفسيه وانت داخله التمرين، داخله الصاله، التعامل، ما اعرفش، بحس ان الكلام ده يعني في الاهلي بس، يعني طريقه التفكير، طريقه ان انت عايزه تكسبي علشان النادي، مش بتكسبي عشان بكسب ويلا بلعب وبضيع وقت او دي شغلانه او كده، لا بحس ان اللي بيلعب بيلعب عشان حب النادي، انا يعني عايز ابسط الجمهور، عايز ابسط كل محبين اللعبه بتاعتنا. فانا بحس ان الكلام ده مش موجود بره، يعني لما حتى بعدت عن الفرقه شويه كنت شايفه ان الموضوع مسيطر، حتى لما كان بيحصل فيه دروب او في حاجه او في مشاكل كنت بحس ان المشاكل بتتحل بسرعه والدنيا الحمد لله بتتلم. فانا بحس ان النادي الاهلي مميز في الحته دي خالص. جمهور الاهلي انا مش محتاجه اشكره، لان هو واقف ورا الفريق كله وبيدعم الفريق طول عمره، فرسالتي ليه ان هو يستمر في الدعم ويستمر دعم اللعيبه، وان هم يبقوا ورانا، وان شاء الله نكسب الموسم ده في كل البطولات ونهدلهم ان شاء الله فوزنا بكل بطولات السنه دي ان شاء الله.